السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة سوسن سامي إنجليش. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الباراجرافات أو الإيميلز اللي ممكن تيجي في يونت 8 للصف الثاني الإعدادي، يونت 8 بعنوان You are what you eat. وكمان هنحل إن شاء الله بعض الإكسرسايز تشوز أو كويز زي اللي هيجيلكوا في نهاية شهر مارس. هنحل من كتاب المعاصر الملحق اللي جاي مع كتاب المعاصر أسئلة على يونت 7 and يونت 8، هحلهم معاكم إن شاء الله في نهاية الفيديو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الباراجرافات اللي ممكن تيجي في يونت 8 يا سنة تانية، أول باراجراف اللي هو fast food اللي هو الأكل السريع أو الوجبات السريعة. ممكن أقول إيه؟ fast food is the food that هو الأكل that can be made اللي ممكن يصنع quickly and easily، بيصنع بسهولة وبسرعة، ماشي. ممكن اقول عليه it has much fat، لديه دهون كثيرة، and sugar بيبقى كمان موجود في سكر in it. اوكي so it's not good idea. no ليس فكره جيده. it's not a good idea to eat unhealthy fast food. ما ينفعش تاكل اكل سريع مش صحي، خلاص. healthy food الأكل بقى الصحي is the food that هو الأكل is the food that makes you strong. healthy food is like هو مثل vegetables مثل الخضار and fruit والفاكهة. okay you should eat healthy food or healthy snacks between meals. you can تعرف يعني تقدر تاكل healthy snacks ما بين الوجبات. you can make healthy food that can be made easily لو ممكن يصنع بسرعة at home في البيت. I advise you أنا أنصحك I advise you to eat nuts as snacks تاكل المكسرات على إنها snacks if it is not allergic to you لو هي مش تسبب لك حساسية. ده الباراجراف الاولاني. الباراجراف الثاني اللي ممكن يجي سنة تانية عندكم في يونت 8 اللي هو مثلا ايميل هاو، اكتب ايميل لصاحبك هاو مثلا تو ميك هاو تو ميك ان اومليت، ازاي تعمل اومليت، ماشي. طب احنا عارفين ان الايميل الشكل بتاعه to from subject to لمين الايميل ده from بتكتب الايميل ده جاي منين subject بتكتب الموضوع اللي هو how to make an omelette how to make
an omelette. ماشي يا سنة تانية. طيب طبعا دير فلان دير واكتب اسم صاحبك هنا وبعمل كومة، هقول how are you، how are you and your family، ازيك وازي عيلتك and your family. I hope you be fine، اتمنى تبقى كويس. I write، انا بكتب this email، هذا الايميل. I write this email to tell you، عشان اخبرك. To tell you how to make an omelette، ازاي اعمل اومليت. ماشي سنة تانية. First، الاول، you beat two eggs on the pan، تضرب بيضتين في الطاسة. You put some salt but not much، بتحط شوية ملح بس مش كتير. Second، you put some butter، بتحط شوية زبدة. You can put some pepper، تحط بفلفل اسمر او black pepper، فلفل اسمر فوق الوش بس حبة صغيرين. But not more، تحطش اكتر يعني. ممكن اقول كمان ايه، some people، بعض الناس، can add some milk، بعض الناس بيحطوا شوية لبن عليها مش كل الناس. ممكن اقول له في الاخر finally، في النهاية، when the omelette is ready، لما الاومليت يبقى جاهز. take it out، خرجوا برا الطاسة. take it out of the frying pan، خرجوا برا الطاسة الآلية frying pan. and serve it، وكل معاه سلطة. and serve it with salad. خلاص، see you soon، اشوفك قريبا. yours، see you soon، yours صديقك المخلص. وتكتب هنا ايه اسمك الموضح معاك في الايميل. خلاص. طيب ممكن اقول كمان الباراجراف رقم 3 اللي ممكن يجي، your favorite snack، your favorite snack، وجبتك الخفيفة المفضلة. هقول كيك مثلا is my favorite snack. I like cake with some nuts، بحب الكيكة مع شوية مكسرات. mom makes cakes at home، ماما بتعمل الكيكة في البيت. and they are always، هما دايما بتبقى لذيذة. they are always delicious، بتبقى دايما لذيذة. I like cake، بحب الكيكة. with some milk، مع شوية لبن، أو تي، شاي، or coffee، أو شوية قهوة. ممكن أقول إيه، sometimes، احيانا، my mom، مامتي، makes cake، بتعمل الكيكة. makes cake with chocolate، بالشوكولاتة. with chocolate
or with chocolate or bananas او بالموز or dried fruit او بالفاكهة المجففة. ممكن اقول في الاخر بقى I like eating cakes between meals. بحب اكل الكيك ما بين الميل ما بين الوجبات. but ممكن اقول ايه I like them. انا بحب الكيكات وزود من غير مثلا ايه ماتش شوجر. بحب الكيكات من غير سكر كتير as it's not healthy لان هو مش ايه مش صحي. اوكي سنة تانية دي الباراجرافات اللي ممكن تيجي او الايميلات اللي ممكن تيجي في الوحدة التامنة عن السناكس عن healthy food عن مثلا how to make an omelette عن مثلا fast food الاكل الوجبات السريعة وهكذا. دلوقتي بقى هنحل مع بعض some exercises من كتاب المعاصر. اللي معاه كتاب بيت او جيم ممكن برضو يتابع معانا عشان يستفاد ان شاء الله لان امتحان شهر مارس قرب وهيجي لك عبارة عن اختيارات. هنفتح مع بعض الملحق اللي جاي مع كتاب المعاصر صفحة 34 choose the correct هنحل unit 7, 7 and 8 choose the correct answer from A, B, C or D. نقط means websites and apps that allow people to talk to each other social media اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي. If you have enough money you should buy this mobile it's very cheap لو معاك enough money. If you have she handed me one so I could listen to هي اعطتني هيدفون عشان كده ممكن اسمع. Sitting in the sun الجلوس في الشمس for half an hour لمدة نص ساعة made me warmer جعلتني warmer made me warmer اكثر دفئا يعني. In your opinion what is the most important نقط the mobile phone or the plane طبعا invention في رأيك انهي اختراع يعني اقوى الطيارة ولا الموبايل فون. Do you think it easy to a from Arabic into English translate هل من السهل ان انت تترجم العربي من العربي للغة الانجليزية. Eating many sweets is bad for you طبعا اكل حلويات كتيرة ده وحش بالنسبة لك. The manager was angry when he found out the truth يعني المدير اصبح غضبان لما اكتشف الحقيقة. They a loudly when their friend told them a joke they طبعا laughed loudly هم تحكوا بصوت عالي لما صاحبهم قال لهم نكتة. During COVID-19 people at home to protect themselves طبعا stayed قعدوا في البيت عشان يحموا انفسهم. If you feel tired لو انت شعرت بان انت تعبان you a have a rest you طبعا should have a rest. You have a problem you should tell your parents طبعا when لما يبقى عندك مشكلة قول لوالديك. When it's raining لما الدنيا بتمطر you should stay at home لازم تقعد في البيت. When it's hot لما تبقى الدنيا حر you drink much water طبعا you should دي نصيحة. What if there is a new student at my class what should I do لان ده اسلوب استفهامي. You should a your hands with water and soup when you come back home. You should طبعا wash. People should wear heavy clothes. الناس لازم تلبس لبس تقيل. If it is if it's cold لو الدنيا ساقعة. You have a headache. You should go to bed طبعا. If you have a headache لو عندك صداع لازم تروح تنام. Tell me teacher if you don't if I don't understand طبعا. Should I should I you should help your mother with the housework when she is tired when she is tired. طيب unit 8 سنة تانية it was not easy for him to join the school طبعا athletics team اللي هي فريق العاب القوى. I liked that cake it was delicious
football is very popular all over the world. He doesn't enjoy eating طبعا spicy foods. It's healthy to eat a products. طبعا ايه فين منتجات الالبان؟ فين انهي كلمة اللي فيها الايه ديت اللي هي تاني حرف الايه؟ having something that makes you ill when you eat it or touch it means allergic طبعا اللي هو مصيب للحساسية. eating a vegetables and fruits makes you healthy fresh. He dropped his mobile. It was unfortunately لسوء الحظ اتكسر. You should eat healthy food to get the A you need the energy. We A with our noses طبعا smell. Would you like tea طبعا ده عرض يبقى would you like some tea اعملك شوية شاي. I don't have any free time to do my hobbies ما عنديش اي وقت فاضي اعمل هواياتي. Do you have a water? Do you have some water? I'm very thirsty. Can I have some rice please? Can I have طبعا some بستخدمها للعرض او بطلب بشكل مؤدب يعني. هنا في غلطة سنة تانية في صفحة 37. Is there المفروض any sugar in this coffee؟ هي الاجابة ديت any sugar ان ما ينفعش صم لان انا ما بعرضش حاجه لكن انا بستفهم هل يوجد اي سكر في هذه القهوه. I moved to this school last month so I have a few friends. طبعا مش هينفع a lot لان هو راح الشهر اللي فات المدرسه مش هيبقى عنده a lot friends لسه ده بيتعرف عليهم بيبقى few و a lot من الاحسن اللي يبقى معاها اوف. My father likes a sugar in his tea, not much. طبعا sugar ديت unquantable noun هتبقى a little sugar. It's not healthy to put a salt in your food. طبعا much salt لأنه unquantable. طيب children should drink a milk to have strong bones عشان يبقى عندهم عظام قوية يبقى المفروض يشربوا ايه؟ طبعا much milk. لانه unquantable. There are eight types of healthy snacks at this restaurant. There are طبعا types ديت quantable هتبقى a few types of healthy snacks at this restaurant. بكده احنا يبقى حلينا الاكسرسايز اللي هي تشوز في يونت 7 ويونت 8 من كتاب المعاصر الملحق اللي جاي مع كتاب المعاصر. لو نزلت اي مراجعات تانية ان شاء الله عشان اختبار شهر مارس هنزلها هنا في القناة. يا رب تكون الحلقة مفيدة بالنسبة لك سنة تانية. شير لاصحابك عشان يستفادوا هما كمان. ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس. كانت معكم سوسن سامي من قناة سوسن سامي انجليش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.